طب انا زعلتك في حاجه؟ طيب طب انتي ما بترديش عليا ليه؟ يا ربي بقى حول ولا قوه الا بالله. يا يوسف الحقني. ايه يا حبيبتي في ايه؟ زوم هنجت. هنجت؟ طب وبعدين؟ وبعدين؟ انت بتسالني انا؟ ما انت اكيد يا ساره طلبتي منها طلبات كتير عشان كده سخنت وهلوست. دي حاسبه بقى يا حبيبي. ايه يا يوسف؟ ركزي بس يا ساره كده وقولي لي انت طلبتي منها ايه بالظبط؟ هكون طلبت ايه يعني؟ انا كل اللي انا قلته لها زومبا هسيلي حاجه اشربها من التلاجة. حاضر. هاتيلي حاجة اشربها من التلاجة؟ ده انت لو قلتيلي انا هاتلي حاجة اشربها من التلاجة مش هعرف اجيبلك ايه بالظبط. يا سلام. ايوه طبعا. مش التهنيجة دي طبيعية يا لذيذ؟ لا. شفتي؟ هنج اهو هو كمان. تسعة وعشرين. بقولك ايه؟ انا عايز اخد لذيذ. سارة بقولك ايه؟ الروبوتس دول انا اللي عاملهم. انما هم اصلا المفروض يفضلوا في الشركه، انا بجيبهم البيت كده عشان انا اشوف لو فيهم غلطات ولا حاجه اصلحهم. اديها يومين وهتلاقيها زيها زي لذيذ معاكي بالظبط. تلاتة. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجه تفوتك.